Ouais. Je t'ai vu cette nuit sortir à 3h du matin. Je suis sorti jeter la poubelle. Puis tu avais un couteau dans la main, je t'ai vu, je t'ai regardé par le balcon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait à 3h du matin dehors avec un couteau? Non. نو no. هنفهم مع بعض القصة دلوقتي يا جماعة. هي الأستاذة محلوبة رقم اتنين، صوفيا باتمان المحلوبة رقم واحد. دي الأستاذة محلوبة رقم اتنين، هي من كوكب لالا، جزائرية عايشة في فرنسا، وجت واحدة سكنت جنبها بقت جارتها يعني مغربية. ازاي تسكت بقى؟ يعني معقولة تعدي كده؟ لا ما تعديش، هنكمل بقية القصة مع بعض لأن القصة مشوقة جدا الحقيقة. اتفضلي يا مدام محلوبة رقم اتنين. Alors tu m'as vu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, tu as crevé les quatre pneus de la voisine, la marocaine. C'est ma mère qui nous a fait ça. Je ne sais pas si tu as Marocaine, 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 c'est la chine. J'ai vu la bourdine, j'ai vu la Je ne veux pas que cette marocaine vive avec nous au bâtiment. انا بس عايز اقول حاجه، المروكيه المغربيه اللي انا عارف ان هم عندهم مشكله في قول كلمه المغرب، يعني عندهم مشكله جدا يا جماعه، يعني ما تلاقيش يعني ما تقولي مغربيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انه المغربيه دي هي اولا المغربيه ليست سلعه، المغربيه هي امراه فاضله او بنت فاضله من اسره فاضله من بيت متربي من بلد عنده تاريخ من ناس عندهم حضاره، بلدهم احسن من بلدك في كل حاجه. فلما تيجي تتكلمي وتقولي مغربيه لازم تقولي باحترام، ده اولا. تاني حاجه انه حضرتك عايشه في البلد اللي احتلت بلدك، صح؟ تمام. فالمفروض انه المغربيه لما تسكن جنبك احسن من الفرنسيه، على الاقل المغربيه بلدها ما احتلتكيش. نكمل نشوف بس هي هتقولي في الاخر، يعني نجمع كله في الاخر اعلق لكم على كل حاجه هي قالتها. اتفضلي يا مدام محلوبه رقم اتنين، بس عايز اقول حاجه تاني واكد عليها، المغربيه فوق راسك وفوق راس اي حد شبهك، والمغربيه تدخل المكان هي شرف ليكي انك تلتقي بيها، لانك على الاقل التقيتي بني ادمه متربيه في بيت مغربي رباها رجل مغربي وامراه مغربيه، هما الاثنين اكيد اكيد افضل منك في كل حاجه 100,000 مره. نكمل وبعدين عشان ما حدش يقول لي بطبل، نكمل وبعدين اعلق على كله في الاخر. يلا اتفضلي يا مدام محلوبه رقم اثنين. سي سي توا تو افوار دي بروبليم افيك ايل. اوكي بروبليم سي مالاد. اوكي تيما. فالي سي تو سينيالي با سي جامي يا كيلكان كي جو بالونس كو تا فيو اي تو بار لا فونيتر. اوكي تيما. مدام محلوبة رقم اتنين جت جارتها مغربية سكنت جنبها في باريس، فبدل ما هي تبقى متضايقة من الفرنسيين، لا هي اتضايقت من المغربية اللي جت جنبها، وبعدين خرجت بالليل خرمت لها كاوتشات العربية، يعني دخلت بالليل والناس نايمة راحت واخدة حاجة خرمة بيها ايه عجل العربية بتاعتها. عملت لك ايه هي؟ انا معرفش. اذيتك في ايه؟ انا معرفش. ضايقتك في ايه؟ انا معرفش. ولكن قولي لنفسك حاجتين مهمين جدا، انه المغربيه سواء اللي جت سكنت جنبك امراه مغربيه بنت مغربيه صغيره رجل مغربي، المهم في الاخر انه من المملكه المغربيه اللي هي عراقه وتاريخ، واكيد هي افضل من الاشكال اللي شبهك، واكيد هي افضل من البلد اللي انت عايشه فيها اللي هي احتلت بلدك، بس انت عايشه فيها بتاكلي من خيرها، احتلت بلدك، لكن انت مش انت متضايقه من المغربيه، تمام؟ وخرجتي اذيتيها، اذيتيها ليه؟ انا معرفش. جابوا لي مغربيه سكنوها جنبي، وانت تتشرفي ان في مغربيه جت سكنت جنبك، والكلام ده انا مش بقوله تطبيلا، لا، من الافضل؟ من التاريخ؟ المغربيه ولا اللي من كوكب لالا؟ اكيد المغربيه. من اللي باين عليها اخلاقها احسن؟ اللي راحت خرمت الكاوتشات للتانيه ولا اللي في حالها؟ اللي في حالها. عملت لك ايه؟ انا معرفش. الاذى ليه؟ انا معرفش. فيا مدام محلوبه رقم اتنين، انت تتشرفي ولك الشرف انه مغربيه تسكن جنبك، انت تتشرفي ولك الشرف انه مغربيه تبقى جارتك. المغربيه غاليه جدا عليكي، بعيده عليكي، احسن منك، افضل منك، اقدب منك، اعرق منك، بيتها متأصل اكتر منك، على الاقل اخلاقها كريمه، ما راحتش هي من ما جاتش لقت جنبها جزائريه قالت لا 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 انا مش هسكن جنب جزائريه، ما عملتش كده، سكنت عادي جدا ولا ليها علاقه بيكي، ولا ليها علاقه بيك، انما انت عملتي ايه؟ خرجتي نايمت لها الكاوتشات. ف حاجه غريبه جدا يا جماعه اللي انا بشوفه ده من كوكب لالا، غريب جدا، سواء من مدام محلوبه رقم واحد صوفيا محلوبه، ان هم عندهم الحليب كتير قوي ما اعرفش ليه في كوكب لالا، مع ان في ازمه حليب في الجزائر، طب ما يستخدموا مدام صوفيا باتمان، هي ما شاء الله عندها الحليب كتير، او المدام دي، الاثنين محلوبين، يعني الاثنين ينفعوا الحقيقه يشاركوا، يعني يشتركوا في انتاج الحليب. فانت سواء انت او غيرك من اللي بيتكلموا على المغاربه يا جماعه، والله المغربي والمغربيه فوق راسكم من فوق،
قولي عليا بطبل بجاملهم مش عارف ايه للمغاربه لحيس المغاربه مش عارف ايه. المغربيه فوق راسك من فوق وافضل منك 100,000 مره، وده بان حتى في اللي انت عملتيه ده، يبين ان المغربيه في مكانها على وضعها ما جاتش جنبك، بني ادم عندها كرامه، وانت شوفي بتعملي ايه. فلان الله في كوكب لالا، ومستني تعليقكم انتوا بقى في رايكم في هذه المحلوبه رقم 2. انتوا عارفين من محلوبه رقم 1 ولا لا؟ صوفيا باتمان محلوبه رقم 1. لانا الله في كوكب لالا. ايه علي عايزين؟ انا سامعك. لا لا، احنا عندنا في المغرب كاين الصهد. عندنا في المغرب عندنا في المغرب كاين الصهد. او اخبار الاكل عندكم ايه في مصر؟ كويس؟ لا، عندنا في المغرب كاين الماكله زوينه. مش زيكم. لا بقالي يومين. انت مالك يا عم بقالي يومين؟ انا بقولك عندنا في المغرب. شنو كتقول؟ ما كنسمعكش. ده انت بتعرف تتكلم مغربي؟ خلاص تتكلمش معايا. طب ثانية واحدة بس، عشان انا دلوقتي داخل للزنقة. الزنقة؟ مش فاهم يعني ايه الزنقة. مش هترجع. انت بتعرف تتكلم مغربي؟ ما بتعرفش تتكلمش معايا. ما معلش، عشان انا متعود، بس بقالي كتير في المغرب انت عارف. الزنقة اللي هي الشارع عندكم، الشارع عندكم في مصر. هنايا البلاصة زوينة. مش عارف يعني ايه بلاصه اللي هي. اللهم صل على النبي، مش فاكر بالمصري ايه، بقالي كتير هنا في المغرب. مكان. ايوه اللهم صل على مكان. هنا المكان جميل. معلش بس غصب عني، حاول تفهم مغربي عشان اعرف اتكلم معاك، لان خلاص يعني انا خلاص صافي اتفورماتيت انا. مش فاهم يعني ايه اتفورماتيت. انا مش هقعد اترجم لك بقى. هنا الجو حر ولا برد؟ لا كاين بجوج. بجوج يعني ايه بالمصري؟ اللهم صلي على النبي. 2. معلش اصل انا بقالي كتير هنا انت عارف. الريزو غطيه حدابر، عشان هيك انا هنا في الاسانسير. انا تعبت منك. انت كل كلمه تقولها ترجم لك. لا انا عييت منك بزاف. صافي خلاص، ما بغيتش نهضر معاك. لو مش فاهم اللي انا بقوله تعالى اتعلم بقى. انا بقالي كتير في المغرب، ما مش عارف اتكلم مصري. المغاربه بيعرفوا يتكلموا مصري، لكن انا دلوقتي مش عارف. انا خلاص اتفرمطيت ووليت مغربي قح. سلسلة خريطة المغرب في رقبتي، وكوكب لالا بيتجنن منها. لو مش عارف مين كوكب لالا، يعني بص في الخريطة، شوف مصر، بعدها ليبيا، بعدها تونس، بعدها كوكب لالا، بعدها المملكة المغربية. ما تهدرش معايا. صافي غني ناس اللي هي بالمصري هنام. ما مش فاكر، معلش غصب عني. سلام يا حبيبي. أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا أسد الأطلس، أنا مالك الصحراء وسيدها، أنا قلب الأسد. هنا اكتشفت أول مجوهرات في التاريخ، هنا شيدت أقدم جامعة بالعالم. أنا مبدع القفطان ومبتكر الزليج، أنا من كسرت شوكة العثمانيين، أنا تاريخ كبير، أنا القوي العتيد، أنا القريب والبعيد، أنا الكرم والجود، أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا المغرب.